محبين نتوء الجمال، مرحبا بكم. اليوم سنحط الرحالة في أوروبا وبالضبط في إسبانيا، حيث سنتعرف على واحدة من أشهر عارضات الأزياء بإسبانيا. إنها سارة. ولدت سارة في 26 ماي 1993 في برشلونة بإسبانيا. تبلغ من العمر 28 عاما اعتبارا من هذا العام. علامتها الفلكية هي الجوزاء. ولدت ساراي وأنشأت في إسبانيا، تعيش حاليا في برشلونة. بدأت حياتها المهنية في عرض أزياء في عام 2018. تعيش حاليا في برشلونة، لكنها تقضي معظم أوقاتها في الولايات المتحدة منذ مايو 2013. بدأت حياتها المهنية في عرض الأزياء في عام 2018. أصبحت عارضة الجميلة الكبيرة نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي. عملت مع العديد من العلامات التجارية في إسبانيا والولايات المتحدة. لديها أكثر من 120 ألف متابع في وسائل التواصل الاجتماعي. بفضل مؤخرتها الهائلة وجسمها الرشيق، إنها واحدة من أكثر عارضة الأزياء الإسبانية المتعرجة ذات الحجم الكبير. تحب ساراي السفر والاستكشاف أماكن جديدة. تقوم بانتظام بتحديث معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة وجهات مختلفة وصور ونمط الحياة ومقاطع تجريبية للملابس. طولها 1.70 متر، وحجم صدرها 111 سنتيمتر، والمقاس الخصر 93 سنتيمتر، وحجم الورق 149 سنتيمتر. ونوال الجسم مموج. لديها جمال الشعر البني ولون العيون العسلية. الجنسية إسباني. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.